محاولة انقلابية في الجزائر تنتهي بتصفية مدير الأمن والاتصالات برئاسة الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. تداول على نطاق واسع طيلة يومه الأحد عن محاولة انقلابية في الجزائر انتهت بتصفية مدير الأمن والاتصالات في قصر المرادية برئاسة الجمهورية. الصراع حول الحكم في الجزائر بين الجيش والقوى السياسية الإسلامية واليسارية المالية يخرج أخيرا للعلن ليحصد حياة العميد رشيد حراث الذي كان يشغل منصبا بارزا بالقصر الجمهوري، ويتعلق الأمر بمنصب مدير عام لأمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، وله ارتباط وثيق بالجنرال شنقريحة. وشكل إبعاد وزير الخارجية السابق رمطان العمامرة واحتجازه عقب إعلان عزمه الترشح للرئاسيات أحد أسباب الانشقاق داخل محيط قصر المرادية، وهو الحدث الذي تلا اعتقال وحبس وزراء سابقين كانت لهم علاقات ومصالح مع جنرالات لا زالوا يتحكمون في دواليب السلطة، حيث اندلع مسلسل من الاعتقالات بين تيارات موالية لروسيا وأخرى موالية لفرنسا داخل النظام العسكري. صراع التيارات داخل النظام العسكري الجزائري أججه الوضع في النيجر بعدما فقدت هناك فرنسا موقعها الاستراتيجي الذي كان بإيعاز من التيار الفرنسي داخل النظام العسكري الحاكم في الجزائر، لينتقل الثقل لتيار جنرالات المرادية التابع لروسيا. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في أمان الله وحفظه.